طبيعة الحال بالنسبة لنا هذا واحد المشروع اللي كان مهم بزاف بالنسبة لمكتب الوطني للمطارات، واللي مكننا أننا نخلقوا واحد البنية تحتية مهمة للمطار محوري كمطار الدار البيضاء. فالدار البيضاء مطار محمد الخامس الدار البيضاء بحال اللي تعرفوا هو مطار عنده تقريبا 45 حتى 50% ديال المسافرين ديال المطارات المغرب كاملين، ويسكي غيبوزون تقريبا 10 مليون مسافرين. وفي هاد 10 مليون مسافرين كاين واحد العدد مهم منهم اللي هما عابرين يعني اون ترانزيت، وهاد المسافرين اللي تيجيو من عده دول ولا قارات كاوروبا ازيا الى اخره، تيمشيو من بعد القاره الافريقيه تيمشيو للديستيناسيون اون افريك ومن بعد تيمشيو لامريكا، والاكثريه الوقت ديالهم تيبقاو وسط المطار. فاحنا بالنسبه لنا مهم اننا نعطيو خدمات جديده ونعطيو واحد الراحه لهاد المسافرين. لذلك فدرنا منشات وفضاءات ذات جوده عاليه اللي تيمكنوا هاد المسافرين يكونوا في احسن الظروف. كذلك زدنا دي سيستيم جداد مهمين بالنسبه للهب المطار المحوري، هو لو سيستيم دو تريتمون باجاج اوتوماتيزي اللي تيخدم باليات اوتوماتيكيه و دي زورديناتور ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي تيقدروا انهم يوفروا كل التقنيات المهمه بالنسبه لو تريتمون باجاج اوتوماتيزي. اذا عنده واحد لا كاباسيتي ديال 5000 متاع في الساعه، وهذا لاول مره تيدار في الدار البيضاء، وهو بيان سور سي ان بوين امبورطون ومهم بالنسبه للمطار اون ترانزيت. كذلك عندنا الامكانيه للمسافرين انهم يديروا عمليه التسجيل كلها اون اوتونوم، يعني راسهم يقدر يجيب الباسبور ديالو، ياخذ لا كارت دومباركومون من لا بون دو لي سيرفيس اوتوماتيزي، ومن بعد ياخذ الباجاج ديالو ويمشي ويدوزو في لو دروب باجاج اوتوماتيزي. دونك البروسيس كله تيدار دو مانيير اوتوماتيك، وتيقدر انه يعني يمشي ديريكتومون لي فورماليتي، وهذا بيان سور تيعطي واحد الراحه وتيعطي ربح الوقت مهم بالنسبه للمسافرين. وهاد المنشاه بطبيعه الحال داخله في البرنامج ديال التنميه ديال الطاقه الاستيعابيه وديال جوده الخدمات في المطارات المغربيه. وعندنا مشاريع اخرى اللي بدينا منهم ديجا، واحد في لازون سنترال بيسكو غادي حنا خدامين فيه، غيبدا في هاد الايام وغادي يدير لا كونيكسيون يعني الالتقاء ما بين لي دو تيرمينو وغيجي الوسط، وغادي يحسن من الفضاءات ديال لاغيفي ديال لي فورماليتي ديال لاغيفي بلي باسبور، وكذلك لا ليفريزون باجاج. غنزيدو 500 متر لينير ديال لي تابي ليفريزون باجاج، واللي تيعطي اكثر من 33% ديال الطاقه الاستيعابيه اضافيه. وهذا الشيء تيبين ان مطار الدار البيضاء هو مطار حيوي. وحنا بطبيعه الحال في مكتب الوطني للمطارات غراس يعني التجند ديال لونسومبل ديال المستخدمين ديال المطار وديال المكتب الوطني للمطارات، اننا نواكبوا هذه الوتيره ديال النمو ديال النقل الجوي في بلادنا، واننا نعطيو دي زانفراستركتور اللي يكونوا بطبيعه الحال تواكبوا مع لي زومبيسيون ديال البلد ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.